الله أكبر. طبعا نحن على أرض معركة غارة الله، وهذا أحد البراميل المتفجرة التي أسقطته علينا مروحيات الأسد، لكن صامدون إن شاء الله. كما تشاهدون هذه هي الشظايا. طبعا إصرار المقاتلين وثباتهم ورباطهم على أرض معركة غارة الله يجعل هذا النظام لا يعرف ماذا يصنع. الحقيقة هو في حال يرسلها، النظام في حال يرسلها لا يعرف من أين الضربات الجيش الحر يتلقاها، إن كان في معركة غارة الله ولا في المعارك الأخرى أيضا في ريف حماة. الحمد لله على سلامتكم حجي. الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين، لم يصب أحد بأذى، لكن إن شاء الله ثابتون ومرابطون حتى تحقيق النصر إن شاء الله وتطهير البلاد من عصابات الأسد، وأيضا رد وكبح مرتزقة النظام والشيعة الروافض النصيريين. إن شاء الله ما دمنا أحياء سنبقى نقاتل هذا النظام، هو وأزلامه وأعوانه، ما دمنا أحياء إن شاء الله حتى تحقيق النصر وعودة أهالينا المهجرين في بلاد المهجر، وأيضا انتقاما إلى دماء شهدائنا الأبطال الذي رووا التراب بدمائهم الزكية الطاهرة، وأيضا انتقاما إلى حرائرنا في بلاد الشام وتحديدا سوريا. إن شاء الله ثابتون ومنتصرون مهما فعلت، لا طائراتك ولا دباباتك ولا راجماتك ولا روسيا ولا الصين ولا أي دولة أخرى مشتركة معك في دم في سفك دم الشعب السوري لن تجعلك تنتصر علينا، أعلم ذلك يا بشار. ومن هنا أيضا أناشد أو رسالي إلى الجيش السوري، أرض الشام هي أرضنا، ملك لنا، نحن كمدنيين، نحن كسكان أصليين. بشار الأسد زائل هو ونظامه، بشار الأسد زائل هو ونظامه. يا عساكر يا ضباط، هاي رسالي بالعامية أنا راح أوجه لكم إياها. بشار الأسد الآن متواجد في قصره يأكل ويشرب وينام ولا يسأل عنكم بشيء، سواء متتم أو بقيتم أحياء، لكن ارجعوا إلى وطنكم الأم، إلى موقعكم الأصلي، هذا هو مكانكم. سوريا للجميع، ليست ملك لآل الأسد ولا لغير الأسد. ارجعوا إلى بلدكم وتوبوا إلى الله عز وجل، وقفوا وقفة رجل شجاع مع الأطفال، مع الشهداء، مع المدنيين العزل الذي قام النظام الفاجر بترحيله وقتله وعمل معهم أفظع أنواع التعذيب وغير ذلك. ارجعوا إلى الله، توبوا، لعلكم تقفون في نهاية الأمر موقف رجل شجاع. الوطن للجميع، ليس حكر لأحد. عودوا إلى رشدكم، عودوا إلى صوابكم، عسى إن شاء الله وتعالى يصفح عنكم الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، والشعب المظلوم الفقير الذي نال أصعب العذاب والاعتقالات والتشريد والقتل من هذا النظام الفاجر. نتمنى أن تسمعوا كلامي ولو لمرة واحدة. بشار الأسد في قصره يأكل وينام ويشرب، وأنتم في المعارك تذبحوننا، ونحن أيضا بالمقابل ندافع عن أنفسنا. نتمنى أن تتركوا هذا النظام، عودوا إلى بلدكم، هذا بلد للجميع، ما في إقصاء لأي أحد كان سواء من أي طائفة كانت. هذا البلد مشترك، وإن شاء الله سيعود الأمان إلى هذا البلد بعد رحيل هذا النظام. رسالة أخيرة أيضا من قواتنا الأبطال الجيش السوري الحر ومن المجاهدين عموم في سوريا، لن نتراجع عن هدفنا وهو إسقاط بشار الأسد ونظامه، لذلك انفدوا بجلدكم كما نقول نحن بالعامية. الحمد لله على السلامة. الله يعطيكم العافية. مشكور. الله.